السلام عليكم شباب، الصوت تمام كده؟ الصوت تمام؟ يا ريت لو الصوت تمام حد يقول لي. الصوت يا شباب، الصوت تمام؟ استنى بس 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق لحد ما الناس تتجمع بس وهنبدأ على طول. خمس دقايق بس الناس تفتح. أنا عندي الصوت على الموبايل تمام. طيب انا هشير البث على الفيسبوك عشان الناس تاخد بالها. في معانا 26 في البث، ده ممتاز يعني الصراحة، ولكن خلينا برضو نشير البث. دقيقة واحدة. تمام. بقى نرجع نشوف البث بتاعنا. هنوقف البث بس ونركز في الكومنتات. طيب تمام. معلش ما كنتش شايف الكومنتات في الأول، معلش. هنشوف كل القنوات. ماشي يا عم ملك، ماشي. تمام يا شباب، تمام خلاص، شفت كل الكومنتات خلاص تمام. معلش اول بس مباشر بقى سفيان، ماشي. حاضر، راجع كل القنوات. طيب، تمام. اولا هنفتح الاول القناة
اللي هو الجروب الفيسبوك والصفحة عشان نشوف الناس اللي كانت متابعة معانا في الأول، عشان الناس دي أول ناس تستاهل إن احنا نراجع القنوات بتاعتها في الأول. فهنبدأ على طول. بس الصراحة البوست بتاع الصفحة وصل ل 430 وصول يعني للبوست، وده كان حاجة ممتازة جدا، ولكن برضو ناس كتير ما اشتركتش. ولكن تمام. أول حاجة هي القناة دي، يا ريت صاحبها كده يركز معانا. هشير لكم الصورة. تمام، القناة بدأت. طيب كده تمام، شايفين الصورة؟ ماشي، الأندرويد المصري. طيب والله تمام الصورة يا جماعة. تمام، تمام ماشي، نركز كده بقى في القناة دي. القناة دي أولا هي الغلاف بتاعها ممتاز، اللوجو يعتبر شبيه لوجو أمني، وده غلط كبير جدا. تاني حاجة عندك الاسم، هو يعني كويس ولكن برضو متكرر. خش كده على الفيديوهات متنظمة بشكل كويس، وعامل فيديوهات برضو مجموعة كويسة جدا ممتاز. الثامبنيلز كويسة، ولكن يعني عايز استمرارية أكتر من كده. 3 فيديوهات في الأسبوع هو شيء كويس جدا، ولكن هنا انت قعدت اسبوع تقريبا ما عملتش فيديوهات، ده مشكله كبيره، انك هتقلل من ثقه الناس فيك. عفوا، هتقلل من ثقه الناس فيك ان هم يشوفوا ويتابعوك دايما، فدي مشكله كبيره جدا لصاحب قناه بروتك. فعلا الموضوع هيبقى رخم جدا لما تلاقيش مشاهدات عندك في الفيديوهات. انت مثلا عندك هنا فيديو جاب 4000 مشاهده، لان طبعا $5 في البيبل دي حاجه الناس بتدور عليها كتير، فاكيد هتجيب مشاهدات. عندك حاجات تانيه فعلا ما بتجيبش مشاهدات بسبب طبعا الاستهداف الخاطئ 100%. فاحنا لو دخلنا مثلا على اي فيديو من الفيديوهات، مثلا فيديو زي ده، طبعا انت هنا تطرقت الموضوع، الناس كلها تطرقت ليه 100، اقصد يعني تطرقت الموضوع، الناس كلها تطرقت ليه اكتر من مره يعني، وكتير جدا تطرقوا الموضوع ده. اسف على اللخبطه، بس ده حتى ده تقريبا ده الكود اللي انا كنت استخدمته قبل كده في شرح او حاجه غيره، لكن نفس الفكره. مشاهدة عندك 332 سبسكرايب، ده يعتبر معدل كويس لحد ما. لو البث بيقطع يا شباب اعرفوا ان انا بشوف القنوات وكده، ف حاولوا بس تعملوا الجودة، تقللوا الجودة شوية. صاحب القناة بس هو اللي ركز شوية كده معايا. 19 كومنت، ده ممتاز، ممتاز جدا، بتتواصل مع الناس ده بشكل برضو، ده ممتاز حد كبير، ولكن عايز استمرارية بشكل أكبر عشان توصل للناس أكتر، فلازم استمرارية بشكل أكبر. تمام، فدي قناة تعتبر ممتازة. نرجع مرة تانية، قناة أمنية فوزي، تعال نشوف. ماشي يا شباب، ماشي. لو حد يعرف شباب ازاي نجيب الكومنتات على الهانج اوت مباشرة، لأن أنا كده بفتح البث وبشوف الكومنتات، مزعجة جدا الحركة دي. لو حد يعرف يجيب لنا بس الكومنتات من على هانج أوت مباشرة، لأن عندي في الهانج أوت مش ظاهر أي كومنتات، مش ظاهر أي كومنتات في الهانج أوت في الشات بتاع الهانج أوت. ولكن المهم، قناة أمنية فوزي اسمها بالمختصر المفيد، تمام، حلو الاسم. قناة فيها 5 فيديوهات بدأ من شهر، استمرارية ضعيفة جدا طبعا، يعني لازم ما يكونش فيه أي حاجة. طبعا ترتيب القناة سيء جدا، لازم طبعا يكون فيه مشاهدات قليلة، لازم يكون ما فيش مشتركين، لأن الموضوع صعب جدا في القناة دي، بسبب إن هنا عندك مثلا سامريز كويسة لكن الاستمرارية ضعيفة جدا. قلت لكم يا جماعة يعني سر القناة بتاعتي إن هي فيها تفاعل سريع شوية، لأن بسبب الاستمرارية، أنا مستمر بشكل كبير جدا في نشر الفيديوهات. حتى لو مفيش أفكار النهاردة، حاولت أعمل بث مباشر مثلا، يعني ده أول مرة أعمل بث مباشر، تمام.
فحتى لو مفيش استمرارية ده بيخلي الموضوع صعب جدا على ان الناس تثق في القناة بتاعتك ان هي تشوفك بشكل دائم. تمام يا شباب؟ فالقناة دي فيها 5 فيديوهات فقط، يمكن فيها اكتر، لا فيها اكتر. تمام، لكن المشكلة طبعا في القناة دي ان هي قافلة كل حاجة، قافلة كل حاجة، قافلة الفيديوز وقافلة كل حاجة. دي كده تخلي المشترك اللي يجي يعمل ايه؟ طيب قافلة كل حاجة، حتى قافلة الاباوت وقافلة كل حاجة، كده مش عارف اراجع القناة دي. يبقى قناة أمنية فوزي لازم تفتح الاباوت، لازم تفتح الفيديوز، لازم تفتح كل حاجة، تفتح القناة على البابليك، لان الموضوع كده هيبقى صعب جدا الناس تثق في القناة والناس تبدأ تشترك في القناة. تمام، معلش على البطء، بس بحاول بس ادي لكل القناة حقها. بي اونست، تعال نشوف القناة دي. حاضر حاضر والله، الاندرويد المصري حاضر، اقسم بالله حاضر. يا جماعة يا جماعة يا جماعة بالله عليكم، هبعت لكم البوست، ثانية واحدة، كله يحط القنوات في البوست ده يا ريت، واللي هيلحق بقى يبقى افضل يعني. تمام، بوست على صفحة الفيسبوك، نسخ عنوان الرابط. تمام، كله ينقل بقى على البوست ده مباشرة كده، نخرج كمان من الجروب اهو، يعني حتى الجروب لأ، كله ينقل بس على البوست، على البوست بس. كنا في قناة بي اونست، تمام. شوفوا ده بقى فاتح كل حاجة زي ما انتم شايفين. لو دخلنا مثلا هنا على الأباوت، ضعيف شوية، ضعيف شوية من المغرب، ولكن ضعيف شوية الأباوت، محتاج يزداد أكتر، ولكن يعتبر كويس. وغلاف سيء جدا، لازم يتظبط. عامل لوجو المحترف، لا قناة مش تنفع خالص كده. حتى لو جبت مشتركين وجبت حاجات، حتى المشترك اللي هيعمل اشتراك عندك هيعمل اشتراك بسبب ايه يعني؟ بسبب ان انت ناقل لوجو المحترف، او بتعمل بتقلد فيديوهات، ممكن تكون واخد فيديوهات من حد تاني، او حتى لو فيديوهاتك انت، الموضوع هيبقى صعب قوي. 21 ساعة بعد كده نزل فيديو 20 ساعة، لا ربطة كبيرة جدا. تفعيل والحاجات دي يا جماعة بتبقى صعبة انها تشير في اليوتيوب بسهولة، لازم قناة كبيرة عشان تشير حوار التفعيل والحاجات دي، لان اليوتيوب سياساته بتمنع ده بشكل كبير، فحاول تركز ان انت ما تعملش الحاجة دي، الحاجات دي كلها. ممكن اصلا ما يظهرش عليها، تمام، عشان الناس اللي بتقول ما بيظهرش عندي اعلانات، ممكن ما يظهرش اعلانات على الحاجات دي في الفتره الجايه، هيبقى الموضوع صعب جدا، لان اليوتيوب بدا يفنط كده الاعلانات، ويشوف كل قناه محتواها ايه ويمشي معاها اعلانات ايه، مش اي اعلانات بتظهر بعد كده. عشان كده اليوتيوب بيقول هيعمل اعاده هيكله الاعلانات مره تانيه بسبب الموضوع ده. سامبنيز عايز تتظبط، ظبط بلاي ليست، بلاي ليست واحدة برضو عايزة تتظبط، كانوا عايزة تتبني من جديد بسبب حاجات كتيرة جدا. أولا عايز لوجو عدل، وعايز غلاف كويس. على فكرة لوجو الغلاف حاجة مهمة جدا يا شباب، ممكن الناس تستقل بيها وما يعملوش لوجو أو غلاف، الموضوع بيبقى مهم جدا جدا جدا، لازم يكون عندك لوجو خاص بيك أنت، ولوجو وغلاف، حتى لو اللوجو بسيط جدا. أنا اللوجو بتاعي على فكرة أنا اللي يعني جايبه من دماغي كده، الموضوع كان بسيط جدا في الاول، فحاولت اقره لحد ما عملت اللوجو بتاعي، وبقى لوجو يعني عزيز جدا عليا، فانا بركز في اللوجوهات قوي يعني. فلازم كل القناه يبقى لها لوجو خاص بيها، وده مهم جدا لقنوات اليوتيوب. فقناه المحترف المعلوميات لازم اولا تغير اللوجو، تغير اسم القناه بشكل كبير برضو، لازم اسم القناه ده يتغير، وتعمل غلاف كويس، وتزود البلاي ليست، وتظبط الاباوت يكون باللغه العربيه، هيبقى افضل لك، لان انت محتواك عربي، فليه تعمل الاباوت باللغه الانجليزيه او الفرنسيه او اي حاجه من اللغات دي؟ لا غلط، لازم اللغه العربيه، انت محتاج عربي. تمام، فالقناه تعتبر كويسه، ولكن لازم اللغه الانجليزيه في الاباوت، تغير الاسم باسم حاجه تكون جديده، ولازم تغير اللوجو وتعمل وقف. تمام، نرجع هنا للقناه دي. قناة وولف ساوند، تمام، صورة كويسة جدا، غلاف كويس. لو جبنا الفيديوز، 3 فيديوهات بدأ من 5 أيام، ممتاز. لو جبنا البلاي ليست، 3 فيديوهات فقط يعني، تمام. لازم تعمل برضو، تبدأ تعمل بلاي ليست على طول مباشرة أول ما تعمل قناة أو بتنشر فيديوهات، لازم تقسم كل حاجة البلاي ليست،
لازم تكتر الاباوت اكتر من كده، وتكتب في الاباوت الحاجات اللي انت بتتكلم فيها بالتفصيل الممل، وتحط صفحه الفيسبوك، تحط الصفحات دي كلها في الاباوت. نخش على فيديو من الفيديوهات، هنحاول نسرع في الريتم شويه. شوف القناه بتتكلم عن ايه، موسيقى، السلام. لازم تعمل صفحة فيسبوك، لازم تهتم بالسوشيال ميديا أكتر من كده بكتير. أنت مش حاطط أي حاجة سوشيال ميديا، بتتكلم عن الموسيقى ومحتوى كويس جدا ومش كتير اللي بيتكلموا فيه، بالذات في المحتوى العربي. محتوى الموسيقى مبقاش كتير، ولكن برضو أنت لازم تركز أوي في السوشيال ميديا عشان توصل للناس أكتر وتجيب لك ترافيك أكتر من كده بكتير. تمام، فتركز في السوشيال ميديا شوية. قناة كويسة جدا يعني، إن شاء الله يبقى ليها مستقبل كويس. قناة تانية لنفس الشخص، ما نشوف، معلش ما بقراش الأسامي. لو بتتكلم عن نشر الكرتون والحاجات دي فالموضوع بيكسب، ولكن برضو الموضوع خطير جدا في إنك تقفل، ولكن أنت مش قادر تستهدف. برضو الاستهداف عندك ضعيف جدا، ضعيف جدا 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 في الاستهداف. بدأ من شهر، مجموعة فيديوهات كويسة جدا، استمرارية كويسة، ولكن الاستهداف عندك ضعيف جدا. المفروض تستهدف احسن من كده 100 مره، كنت شرحت اكتر من طريقه للاستهداف وطرق الاستهداف كتيره جدا ممكن تركز فيها. تعال كده نقرا كومنتات. بلاش النبي اشترك في قناتي واشترك في قناتك دي عشان خلاص بقى يعني هتبقى سبام بعد كده، هي اصلا سبام. عليكم السلام. تمام طيب شباب، الناس كلها تنقل على البوست مرة تانية اهو، كلها تنقل على البوست، هنعمل تحديث البوست. شيروا يا جماعة، شيروا شوية يا جماعة عشان نوصل لناس أكتر في البث ده، شاري شوية. عفوا، شيروا البث يا شباب، شيروا البث فيسبوك، او قصدي صفحة على الفيسبوك، صفحة على الفيسبوك، يا ريت تشير البث. كنا هنا عند قناة احمد محمد علي. طيب هنشوف القناة، يبقى قناة الفتون دي محتاجة تظبيط شوية، برضو محتاجة لوجو كويس ليها، وهنا حاطط صورة وكتب عليها الاسم، يعني كويس لحد ما كبداية كويس. وهنا برضو الغلاف كويس، لو اتكلمنا على الغلاف نشوف كويس جدا برضو ممتاز. نخش على الاباوت برضو كويس جدا، وكتب هنا كلمات مفتاحية، هو ما فيهاش خطر عليك ولكن ماشي ماشي هتمشي برضو تمام، فيها فكرة برضو. قناة فيها 10 مشتركين، اتمنى تدعموا القناة دي، قناة كويسة جدا يا شباب، ممكن تشوفوها، عمو القناة دي قناة خاصة بالألعاب، كويس جدا ممتاز. مش فاتح أي حاجة يا أحمد، مش فاتح أي حاجة، أنت مش فاتح أي حاجة في القناة، خليني أعرف أعمل لك ريفيو. ولكن شكلها قناة كويسة، فيها 3 فيديوهات فقط، 3 فيديوهات فقط، قناة كويسة. ادعموا القنوات دي يا شباب، ادعموهم عشان الناس دي تستمر. الافضل انك تطلع ناس جديده كده في اليوتيوب، ده افضل بكتير من انك تستمر لوحدك في المجال. على فكره يا شباب، لما حد بيطلع جديد بيستفيد وانت كمان بتستفيد. مثلا انا في المجال التقني معايا ناس تانية منافسين ليا، المنافسين دول بيفيدوني اكتر ما انا بستفيد، يعني قصدي المقصود ان انا بستفيد وهم بيستفيدوا. تمام، في لخبطه كبيره جدا لان انا اول مره اطلع بس مباشر، مفيش اي تعديل على صوت او اي حاجه، اي حاجه تانية ممكن نعملها، ولكن تمام. القناه دي بتاعت ايمن، تمام، هما نشوف استمراريه ممتازه، بدأ برضو من شهر، كل قناه جديده، مشاهدات كويسه جدا، مشتركين ممتازين ممتازين جدا، يعني لو من شهر
وجايب 762 مشترك، دي ممتاز. لما نشوف كده القناه بدأت من امتى، بدأ ابريل 2016، ولكن اعتقد انها بدأت تشتغل الشهر اللي فات بس، او يمكن تكون اشتغلت قبل كده. على العموم قناه كويسه، صامبنيلز ممتازه، حاجات فيها كويسه جدا. نخش على البلاي ليست، فيها اتنين، كتر شويه من البلاي ليست عندك هتبقى ممتازه اكتر. الاباوت كويس الى حد ما، بس برضو لازم تزود الحاجات اللي انت بتشتغل فيها وتكتبها بالعربي. بتاعت ايمن ممكن تخشوا تشوفوها. تمام، ننزل نشوف قناة سيلفا، سفيان المعنويات، ماشي. اللوجو كويس والغلاف كويس. عندك 41 سبسكرايبر، بس على ايه؟ على فيديوهات، في 5 فيديوهات، 5 فيديوهات. تمام، طيب 5 فيديوهات، شهرين شهرين، شهر، اسبوعين، 4 ايام، استمرارية ضعيفة شوية، ولكن لو كملت على النظام ده ممكن تكتسب بعض المتابعين. لكن لو انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه، ليه الاستمراريه مهمه؟ الاستمراريه مهمه حتى لو المحتوى بتاعك ضعيف شويه، الاستمراريه دي بتعليه شويه. اما المحتوى بتاعك لو احترافي، فاعرف ان الاستمراريه مش هتفيدك بشكل كبير. لكن لو استمراريه مع محتوى احترافي، صدقني سكرايبر في وقت قياسي، في وقت قياسي، واسمع مني، يعني في وقت بسيط جدا هتكتسب مشتركين بعدد مهول، هتعدي 2000 وال 10000 وال 20000 في لمح البصر، لو محتوى احترافي واستمرارية. استمرارية يعني ايه؟ يعني فيديو كل يومين، او فيديو كل يوم، او فيديو كل يوم ويوم، ده حاجة اسمها استمرارية. اما فيديو كل اسبوع، دي ما بسمهاش استمرارية بشكل كبير. فيديو كل شهر طبعا ده يعتبر قطع عن القناة، والمحتوى بتاعك كويس، يعني شهرين شهرين، شهر، اسبوعين، 4 ايام، تقريبا ماشي على النظام. ولكن برضو لازم نخش على قوائم التشغيل، قائمة واحدة بس، اللايكد فيديوز، يعني مش عامل تقريبا قوائم تشغيل. نخش على الاباوت، اباوت ضعيف جدا، لازم تكتب كل اللي انت بتعمله في القناة هنا في الاباوت. 20 فبراير 2017، حاول تكمل، قناة كويسة، حاول تكمل في القناة، قناة سفيان المعلومات، اتمنى انكم تدعموها. حاضر والله يا شباب، والله هعمل لكم كل القنوات وهعمل كل الكلام ده، حاضر والله، ما هطلع حد زعلان، حاضر، مش هطلع حد زعلان، بس بإذن الله كل القنوات هيتم مراجعتها، وكل القنوات هنتكلم فيها، وكل القنوات بالذات الأندرويد المصري والله هنتكلم عن القناة بتاعتك، يعني ما تخافش تفصيل، وهقول لك العيوب اللي فيها، وهقول لك كل حاجة، ما تقلقش. قناة زيزو اونلاين، لما نشوف، معلش نرجع مرة تانية، قناة ممتازة شكلها، ممتازة جدا، فيها 2188 سبسكرايب، ممتاز ممتاز ممتاز. فيها غلاف كويس، لوجو جيد جدا، عامل فيديو تعريف عن القناة، ده حاجة كويسة جدا. عنده بوبيلر ابلودز، يعني قديم برضو، ممتاز، قناة ممتازة، قناة ممتازة. زي ما انتم شايفين برضو الثامبنيلز بتاعته عايز تتعدل شويه، كقناه في مستوى 2000 مشترك عايز تتعدل فيه الثامبنيل شويه. ويا ريت يا جماعه ما تاخدوش الثامبنيلز بتاعتي كحاجه كويسه قوي انت ممكن تستخدمها، او ممكن تعمل حاجه زيها، صدق جدا انا شايف ان هي يعني مش حلوه خالص، انا بحاول بس اوريك المضمون وخلاص، اما انا مش مركز في الثامبنيلز بشكل كبير. تمام، القناه الاستمراريه بتاعتها كويسه، 5 ايام، يوم، مش مشكله، اسبوعين، لا، في برضه فراغات كبيره. يعني هو تقريبا بينشر فيديو كل اسبوع، تقريبا بينشر فيديو كل اسبوع. قناة بقى لها 7 شهور، قناة كويسة جدا، اتمنى انكم تدعموها. نخش كده على الاباوت، هو القناة بتتكلم في التقنية بشكل عام، اباوت ممتاز، تمام، قناة كويسة جدا، انتوا ممكن تدعموها، قناة ممتازة ممتازة ممتازة. معلش، طيب نخش على الاندرويد المصري،
الثمبنيل يا زيزو اللي هو الصورة المصغرة، تمام، الصورة المصغرة. تمام، نخش على قناة الأدب المصري. غلاف كويس ولكن اللوجو ضعيف، ضعيف لأنه ما فيهوش حاجة، هو حاطط يعني أندرويد في النص، صورة حوالي دايرة، لكن يعني بالعدد السبسكرايبرز اللي عنده فده كويس إلى حد ما في المرحلة الحالية، لكن اللي عايز يكبر لازم يكون كبير من هو لسه بيبدأ، تمام، اللي عايز يكبر بسرعة يعني، لكن القناة دي هتكبر بإذن الله، ولكن عايز تكبر يعني بسرعة، لازم تكون كبير من قبل ما تبدأ في اليوتيوب، لازم تكون حاطط بلان وخطة إن أنت هتنفذها في اليوتيوب. مثلا انت عندك هنا يعني انت حاطط اللوجو الاندرويد وحواليه دايره وكاتب الاندرويد المصري كويس، ولكن ده برضو شغل لسه عايز يتطور بشكل كبير. تمام، القناه قديمه، قديمه جدا، تقريبا من سنه او حاجه زي كده، سنتين كمان، ما كنتش شوف فيديوهات يعني من زمان. تمام، استمرارية القناة ممكن تتعلموا منها، قناة ممتازة جدا في الاستمرارية، ممتازة جدا. ساعات ممكن بنشر فيديوهين في يوم واحد، ده غلط كبير، انك تنشر فيديوهين في يوم واحد ده غلط إلى حد كبير، لكن لو الناس متعودة على انك تنشر فيديوهين في يوم واحد ماشي استمر، لكن لقيت نفسك فاضي وعملت فيديو وقمت ناشر بعد فيديو، ده غلط غلط غلط. تمام. طيب نخش على البلاي ليست. على فكره الثمبنيل بتاعتك ممتازه، الثمبنيل ممتازه، البلاي ليست كلها ممتازه، قلت لك انا مراجع القناه دي قبل كده وعارفها. الاباوت كويس جدا، لكن المشكله زي ما قلت لك في الصوت، الصوت عندك في بالعربي ملل، ممكن يمل الواحد كده بيتفرج بالفيديو. طبعا بقول لك كده عشان انت يعني عارف ان انا بحب يعني القناه بتاعتك، ولكن لازم اعرفك ان في ملل في الصوت بيخلي ان انا ممكن اقفل الفيديو. تمام، مش بقولك كده ان انت يعني تغير نفسك، لا، انت ممكن تعدل في الصوت على اكتر من برنامج. زي ما قلت لك مشكلتك ان الكمبيوتر بتاعك مش شغال او مش قادر تستخدمه في الوقت الحالي وبتستخدم موبايل، فالموبايل مش بيديك الميزات اللي ممكن تقدمها لك او يقدمها لك الكمبيوتر في تعديل على الصوت. برنامج كامتازيا، برنامج تاني، في برامج كتير قوي بتعدل على الصوت بشكل احترافي، فاتمنى انك تركز قوي في الصوت، لان الصوت مهم جدا اكتر من الصوره كمان. تمام، فالصوت مهم جدا، مش في جودة الشرح. انت شرحك ممتاز، شرحك كويس جدا في الكلام، في اللي هو مثلا لما بتتكلم بتقول كل حاجة عن التطبيق او الحاجة اللي انت بتشرحها، بتقول كل حاجة بالتفصيل، وده شيء ممتاز جدا، ولكن زي ما قلت لك الصوت شيء مهم جدا، يا اما تغير المايك وتجيب مايك يطلع الصوت بشكل انقى وبشكل افضل، يا اما تعدل على الصوت ببرنامج من الكمبيوتر، لان البرامج بتاعت الاندرويد كلها ضعيفة. تمام، قناة اندرويد مصري، قناة قديمة جدا، قناة بتتكلم في الاندرويد، قناة ممتازة لحد كبير، أتمنى أنتم تدعموها. الصوت بيقطع شباب ولا تمام؟ بيقطع ولا لسه؟ حاضر يا عم هشام، أدعمك، حاضر من عينيا. ودراجون حاضر، بس الناس يا جماعة مرة تانية، كل القنوات أو كل الناس اللي عايزين ندعمها تخش على صفحة الفيسبوك، تخش على صفحة الفيسبوك، أديك البوست مرة تانية، ثانية واحدة، البوست أهو، البوست يا شباب اتفضلوا، تخش على صفحة الفيسبوك وتحط القناة بتاعتك في البوست اللي أنا نشرته لك ده، القناة بتاعتك، وأنا هدعمها مع بقية القنوات. ننزل كده مع بعض، كنا واقفين عند الأندرويد المصري. تمام، في لسه 4 قنوات بس يا شباب، فأتمنى كل الناس تبدأ تحط القناة بتاعتها. أحمد محمد، شوف القناة، قناة اسمها مبدع، سين مشترك، بيحط تفعيل ويندوز 7، بما إن التفعيلات دي بتبقى صعبة شوية على اليوتيوب إنه يشهرها ويتقبلها. طيب، استمرارية ضعيفة جدا. طيب هقول لك على حاجه، انت واضح يعني من الناس اللي بتنشر اللي بتديني روابط القناه بتاعتها وهي اصلا ما بتنشرش فيها، واضح ان هي بتقول لي اعمل ايه، انا هبدا في القناه، يعني لسه هبدا في القناه، اظبط ايه بقى؟ الناس تقصد كده تقريبا. تمام، اول حاجه اللوجو كويس ولكن عايز يتظبط، يعني عايز لوجو يكون قطعه واحده. تمام، الافضل انه يكون لوجو قطعه واحده،
طبعا الغلاف ده بدايه جديده، اعتقد انه ان انت هتغيره، اعتقد انت هتحطه كده بحيث ان هتبدا لسه، فاعتقد ان انت هتغيره. لازم يكون غلاف تحول بشكل ما يكون احترافي، يكون بسيط، وتكون حاطط فيه رابط السوشيال ميديا. لازم تركزوا قوي يا جماعه على السوشيال ميديا، لازم بشكل كبير. انت شايف ان انا عملت جروب، وبعد كده عملت صفحه فيسبوك، وبعد كده عملت جروب، وبنبدا ننشر فيهم، وبعد كده ان شاء الله قريب جدا هننشر في تويتر، وهنبدا نركز في الموضوع ده بشكل كبير. فمهم جدا 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 تركز في رابط السوشيال ميديا. تمام. وعلى فكره دي من مشكله قنوات الاندرويد المصري، قناه الاندرويد المصري برضو مش بركز في السوشيال ميديا. طيب القناه كانت في البدايه بتاعتها، القناه بتاعت مبدع في البدايه بتاعتها كانت كويسه، وكانت بتنشر في استمراريه كويسه، ولكن طبعا هو بطل بقاله سنه. فلو هيجي يبدا تاني، قلت لك هتغير اللوجو، وهتحط غلاف احترافي، هتحاول تظبط في الاباوت. اكيد طبعا مش مظبط الاباوت يعني. تمام، كويس لحد ما كبير، كويس. عندك 50 سبسكرايب من 1400، حاول تظبط الهندسه الاجتماعيه بتاعتك شويه، حاول تتكلم مع ناس وتقول لهم ان هم يعملوا لك سبسكرايب بشكل اكبر عشان الناس تقدر تتابعك. القناه على فكره بتتكلم في روح الانترنت، بتتكلم في حاجات على البيبل وحاجات تانيه كتير، فانت ممكن اللي يقدر يستفيد من القناه باكبر شكل ممكن، ممكن يعمل لها دعم. ثانوية عامة، لايكم في لون يا شباب. أنا قريب هحصلك، عفوا. طيب كنا في القناة دي، تمام. نروح على قناة يوسف. قناة بتتكلم عن الربح، تمام. 1500 مشترك، ممتاز. بدأ بقالها، نشوف من ديسمبر 2016، يعني بقالها 6 شهور، ماشي. نخش على، طبعا انت هنا الاباوت ضايع منك، ضايع. انت لو كتبت في الاباوت الربح من الانترنت بس، ده صعب جدا، صعب جدا انه يتقبله. في الاباوت هتكتب الربح من الانترنت، في الاباوت هتكتب كل المجالات اللي انت بتعملها، في الاباوت هتكتب صفحه الفيسبوك والايميل بتاعك، وفي الاباوت هتكتب كل حاجه لها علاقه بيك انت وقصه حياتك لو تعرف تكتبها هتكتبها. طبعا مش قصه حياتك بالكامل، لكن يعني تكتب انت مين وانت بتتكلم عن ايه، وتكتب كل الكلام ده في الاباوت. الناس عايز تعرف عنك انت، مش عايز تعرف عن القناه، ما هم اوريدي بيشوفوا الفيديوهات فعارفين القناه بتتكلم عن ايه، فانت ممكن تتكلم بشكل اكبر في الاباوت عن نفسك. تمام، نخش هنا. الاستمراريه ممتازه ممتازه ممتازه. قناه مش ده اللي هم جماعه في الاستهداف، استهدافهم ممتاز. صور ثمنيل ممتازه،
ايه النت فصل تي داتا بقى، هنعمل ايه تي داتا؟ معلش ثانية نرجع هنا. تمام معايا شباب؟ ثانية واحدة انا بس ريستارت. يا شباب معايا؟ الناس بدأت تقل. ايوه، لا يعمل بسبب النت فصل عشان تي اداتا جميلة. الناس بدأت تقل يا شباب. طيب سؤال يا شباب، هل لما البث يقطع بالشكل ده، لما الفيديو بقى ينزل على اليوتيوب ينزل والبث هيكون قطع فيه صح؟ اللي عجبك عجبني يا شباب. لما دلوقتي البث قطع هنا، لما يجي ينزل على اليوتيوب قاطع هنا، يعني بيجي كده شاشة زرقاء ان البث قطع صح؟ هينزل كامل تمام، بس يعني هيكون في شاشة زرقاء كده فيها صورة ان البث قطع تمام؟ لكن ده هيظهر. طيب شير يا جماعة، شير البث يا شباب، شير البث. ايوه هو اشتغل دلوقتي، بس يا ريت تعملوا شير للبث عشان يوصل الناس كلها. قناة مايوان ابعت لي القناة بتاعتك، قناة مايوان ابعت لي القناة بتاعتك في البوست بتاع الفيسبوك. طب دقيقة، ده بقى 40 تعليق. ثانية واحدة بقى يا شباب، لسه ما شفناش كل الكلام ده. نرجع مرة تانية، كنا وقفنا فين؟ أيوة خلصنا قناة يوسف اللي هي قناة بتاعة الربح دي تمام. اه القناة دي تمام، قلنا القناة دي ممتازة جدا في الربح، وقلنا إن احنا هندعم القناة دي وحطيت لكم الرابط بتاعها. معرفش الرابط بتاعها وصل عندكم ولا لأ عشان النت فصل، فهحط لكم الرابط مرة تانية. الرابط مرة تانية، قناة ممتازة جدا، ممتازة جدا تمام. أنا هدعم القناة، هعمل لها سبسكرايب، قناة ممتازة جدا. طيب نيجي على طول على القناة اللي بعديها عشان نخلص. كادي الجزائري، أيوه، شفتك في البث من شوية. قناة كادي فعلا الكفر ضعيف بشكل كبير، لازم يا كادي تستنى لما القناة بتاعتك توصل ل 100 مشترك تمام، وانا هساهم في كده. لما القناة بتاعتك توصل ل 100 مشترك وتعمل لها اسم نيم، وتبدأ بقى تحط الحاجات دي، تبدأ بقى تحط القناة بتاعتك. ما محدش هيجي يكتب يعني الرقم ده، لو شاف الصورة هيكتب الكلمة دي او الحاجة اللي هم اليوتيوب افتراضية اللي حاططها لك دي عشان يوصل لقناتك، هيبقى الموضوع صعب. فانت تستنى لما توصل ل 100 مشترك وتعمل اللي انت عايزه. طيب هنخش على الفيديوز. طبعا اللوجو مفيش لوجو اصلا، يعني مفيش صوره اصلا، هي صوره فقط وكاتب المجالات بتاعته. فيا ريت تحط لوجو يكون كويس، وحتى لو لوجو بسيط، لوجو بس بسيط، يكون مثلا اسمك مثلا او حرف الكي مثلا، اي حاجه من الحاجات دي تبقى حاجات بس بسيطه كده، يعني 6 شهور
بعد كده شهرين، بعد كده اسبوعين، بعد كده اسبوعين، بعد كده اسبوع واسبوع. طب فين الاسبوع ده اللي احنا فيه ده؟ حاول كده عشان تعلى بسرعة، حاول تنشر كده كل 3 ايام بوست، او كل 3 ايام، او كل يومين فيديو. تمام، يعني حاول كده الاستمرارية تبقى افضل عندك. خش على البلاي ليست، مفيش اي بلاي ليست، ده لازم تركز عليها. على فكره يا جماعه، الناس كلها بتقلب البلاي ليست بشكل كبير جدا. قوائم التشغيل دي مهمه جدا يا شباب، في انها بتزود المشاهدات عندك لما انت ما تنزلش فيديوهات. الناس تبدا تشوف بقى قوائم التشغيل بتاعتك، انت لما بتدعي الناس انها تشوف قوائم التشغيل بيشوف الفيديوهات كلها، بيشوف اعلانات الفيديوهات كلها، انت بتستفيد اكتر بكتير. بسيط جدا يعني، وانك مش هتتعب قوي لما تعمل قوائم التشغيل كويسه. يعني هنا في الوصف بتاع القناه ضعيف جدا برضو، لازم تكتب كل الكلام وتكتب عن نفسك، لازم تكتب عن نفسك، تكتب عن نفسك. ومش كفاية تعمل فيسبوك بس، لازم تعمل حاجات تانية غير فيسبوك. عندك فيسبوك، عندك تويتر، عندك الانستا، وعندك لينكد ان، وعندك اكتر من حاجة، وعندك بنترست. مهم جدا البنترست على فكرة، حاجات كتير جدا انت ممكن تعملها. تمام، لازم كده اركز معاكم شوية يا شباب، بسبب ان انا بخاف جدا الكل بس قاطع وانا عمال بتكلم. ماشي، هنشوف احمد المعلومات. لوجو، لوجو قناه ذا تكنولوجي كريم، واضحه جدا يعني للاسف. يعني انت حطيت له ده، بس حطيت له ده ان هو لوجو، نفس اللوجو قناه ذا تكنولوجي كريم، ونفس الغلاف بتاع قناه ذا تكنولوجي كريم برضو. ما فيش اي فيديوهات. الاباوت كويس لحد ما، ماشي كويس جدا لحد ما، ولكن لوجو وغلاف متكرر اكبر غلطة ممكن اي يوتيوبر، لوجو او غلاف متكرر اكبر غلطة اي يوتيوبر يعملها، وطبعا اسم متكرر ده اكبر غلطة اي يوتيوبر يعملها. تمام، عندك اسم احمد كويس جدا. للمعلومات 100 قناة او 100,000 قناة اسمها كذا للمعلومات، ابراهيم للمعلومات، عباس للمعلومات. حاول، كفايه بقى كفايه الاسامي دي بالله عليكم، حاول كده تخترع اسم من دماغك يكون بالعربي او بالانجليزي، صدقني هيبقى افضل لك بكتير، والقناه تنتشر بشكل اسرع. عشان على الاقل لو جيت تعمل مثلا لو مثلا ادعمه احمد المعلومات، هتبقى حتى شكلها مش لطيف. لو عملت ادعمه كذا كذا بعضه، تمام، زي مثلا ماتريكس 219 الاسم، ما كان ممكن يعملها محمود المعلومات، تمام، محمود ادريس للمعلومات. الافضل انك تجيب اسم كده يكون جديد، ما يكونش الستاندرد بتاعت كل القنوات العربيه تقريبا كذا المعلومات، كذا المعلومات. صدقني الموضوع خلص من ايام قناه المحترف يعني. تمام، فانت تركز في الغلاف واللوجو، تجيب لوجو يكون كويس، يكون بتاعك انت، حتى لو لوجو وحش ولكن يكون بتاعك انت، هيكون افضل لك بكتير انك تقلد لوجو حد تاني. تمام، خدنا بس القناه كده على السريع من البث، ننزل على طول. كنا فين؟ خلصنا كادي، نخش على احمد. احمد تمام، احمد من الناس الكويسه جدا معانا في الجروب، من الناس السريعه. ماشي، هو الغلاف كويس، ماشي نقول كويس. طيب انا مش فاهم اي حاجه من اللوجو او من الصوره، مش فاهم منها اي حاجه. يعني حاطط صوره ولد او ولد دكتور مثلا، شكله بالطو يعني. المهم هنخش على الفيديوز. يعني طبعا لما انا ببدا ده اعرف ان هي غلط وان انت لازم تغيرها. فيها فيديوهين ممتازين جدا. تمام، مش هقول لك انت حاطط نفس الراجل، انا نفسي بعملها يعني. وزي ما قلت لك، انا ما تمشيش على كلامي او في الثامنيلز، ان عندي الثامنيلز سيئه جدا. تمام، طيب تمام ماشي، انت عامل لنا جزئين من استراتيجيه للربح، عامل جزئين منها. الثامبنيل كويسه، لو دخلنا بالليست ليست هو فيديوهين فقط، فحطيتهم انت الاثنين فيه. طيب دي فكره حلوه، فكره حلوه، انت حطيت الفيديوهين في بلاي ليست وسميتها استراتيجيه ربح من رمضان. تمام، خش على الاباوت. اصلا موضوع كده مش هتخلي القناه تظهر في محركات البحث اصلا، بسبب ان انت مش حاططها في الاباوت. تمام، في الاباوت لازم تحط اسم القناه وتحط كل حاجه لها علاقه بيك وبالقناه، بحيث ان حد هنا يكتب اسمك او اسم القناه يوصلها بسهوله. تمام يا شباب، والنبي يا شباب ركزوا قوي في النقطة دي. اسم القناة كويس جدا على فكرة يا شباب، حتى لو غريب أو حاجة، اسم القناة ممتاز. صدقني دي من القنوات اللي ممكن تتشير بسرعة. حلو، نروح على القناة اللي بعدها.
عبده جمال. حاضر، بقالنا ساعة إلا ربع في البث. ماشي، بتتكلم عن جيمر مفيهاش أي حاجة أقدر أشوفها. قافل كل حاجة يا عم عبده، وقافل الأباوت، وقافل الفيديوز، وقافل كل حاجة. أنا أشوف إيه طيب؟ أشوف الغلاف واللوجو. طيب يا سيدي، الغلاف كويس، تظبيطات نكتب هنا المجالات كلها بالمواعيد لو تقدر، بس الأفضل إنك تكتب مثلا مجالات كذا كذا كذا، مجال ألعاب ومجال كذا ومجال كذا، مثلا أنبوكسنج الألعاب أو أي حاجة من الحاجات دي، استكشاف ألعاب حتى، أي حاجة. تمام، مش تبقى كده بس. وطبعا اللوجو ما يعتبرش لوجو، تمام، يعني جويستيك ماشي، لكن ما يعتبرش لوجو. الأفضل إنك تخلي لوجو يكون مخصص للقناة بتاعتك بس. اسم القناة اسمها جيمز، مستحيل تتشهر، مستحيل بمعنى كلمة مستحيل. تمام، في اسم القناة، وتحط اسم يكون فريد من نوعه، يكون يونيك، يونيك يعني فريد من نوعه، اسم ما يكونش أي حد عمله قبل كده. طيب قناة نشوف قناة مواد. يعني دي بتتكلم عن ايه؟ فاشونيستا. تمام، بتتكلم عن الفاشون، فكرة حلوة، فكرة حلوة جدا. القناة بتاعتي يا راجل، انت عندك المشاهدات دي كلها وجاي عندنا؟ اعمل لي يا عم انفستمنت يا عم. قناة ممتازة، بتتكلم في مجال مش ناس كتير بتتكلم عليه على فكرة، مجال الفاشون مش ناس كتير بتتكلم عليه. استمرارية ممتازة، خد بالك من الاستمرارية، ممتازة ممتازة. في الأسبوع فيديوين تقريبا، دي حاجة ممتازة جدا. تمام، لو دخلنا على البلاي ليست، لا 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 يعني حرام عليك يكون عندك قناة كبيرة زي كده وما تعملش بلاي ليست، حرام صدقني، هيبقى أفضل. يعني أنت حتى لو تقسم مثلا، لو بتتكلم عن مودلز معينة، لو بتتكلم عن مودلز معينين، اسف على اللخبطه، بس لو بتتكلم عن مودلز معينين ممكن تقسمها على اساس المودلز، وبتتكلم عن لبس معين ممكن تقسمها على حسب نوع اللبس، على ماركه اللبس، على حاجه كده، يعني حاول تقسمها بشكل كبير. تمام، ويا ريت تبقى تقول لنا عندك كام سبسكرايب عشان نعرف الهندسه الاجتماعيه بتاعتك عامله ايه في الفيديوهات. عندك اروع مدنيه الخياطه، اوكي، لكن عايزه تزيد بشكل كبير، عايزه تزيد بشكل كبير. قلت لك في الاباوت حاول تتكلم عن نفسك امتى، لان الناس عارفين اوريدي، هم بيعملوا ايه في القناه وعارفين القناه دي ليها علاقه بايه. اللي هيخش على الاباوت هيخش عشان يعرف عنك انت مش عن القناه. تمام، لكن طبعا ده ما يضرش انك تكتب عن القناه بعد ما تكتب عن نفسك. عندك 3 مليون و600 الف، ممتاز جدا. تمام، زي ما قلت لك المحتوى الفريد بيجيب مشاهدات كويسه جدا، المحتوى الفريد بيجيب مشاهدات كويسه جدا. لو طلعنا حتى اسم القناه فريد من نوعه، ده كويس جدا، يخلي القناه تتشهر اسرع وتخلي القناه تجيب مشاهدات افضل. انكم تدعموها لو ليك علاقه. ايمو جيمر، حاضر نشوف قناتك يا عم، نطلع فوق. كل بس اللي انا بتمناه ان البث ما يقطعش. بص يا كيمو، انت مش فاتح اي حاجه، بص علاقه باي حاجه ان انا اقدر اعمل لك دعم او اقدر اعمل لك اي حاجه، مش هقدر اشوف اي حاجه في القناه بتاعتك بسبب ان انت مش عامل اي حاجه، انت هنا بس فاتح الابلودز بس، فيديوهات بشكل مكثف. ماشي، بتتكلم عن العاب، استمراريه ممتازه. لو عودت الناس على الموضوع اللي انت فيه ده هيبقى ممتاز جدا، لو عودت الناس ان انت هتنشر فيديوهين في اليوم هيبقى ممتاز جدا. لو عودت الناس، عندك 40 مشترك هيزيدوا بإذن الله. طب مش لوجو، يعني انت لازم تحط لوجو او تحط على الاقل صورة معبرة شوية، يعني يوتيوب احنا كلنا عارفين ان احنا في اليوتيوب، يعني لازم تحط لوجو او صورة معبرة اكتر. ماشي، الغلاف كويس لحد ما، بتتكلم عن الالعاب فالغلاف حلو كبداية، الغلاف ممتاز. 1000 مشترك مثلا تبدأ تغير في الغلاف. لو ليكوا في الألعاب قناة كويسة تقدروا تتابعوها، على فكرة القنوات اللي هي لسه بتبدأ دي بتبقى ممتازة جدا. تمام، نعمل بس ريستارت كده للبث.
عندنا 4 ديسلايك. ماشي ماشي يا شباب ماشي. اقصد يا عم كيمو انك لازم تركز شويه في الغلاف وفي اللوجو، او في سوري لازم تعمل لوجو مخصص للقناه بتاعتك، ولازم تحط بدل كلمه يوتيوب دي تشيلها او تشيل الصوره كلها وتحط حاجه لها علاقه بالالعاب، حتى لو ما عندكش لوجو تحط حاجه لها علاقه بالالعاب، وتفتح كل حاجه لها علاقه بالقناه، يعني تفتح بقى الفيديوهات وتفتح الكلام ده كله. هتعملها ازاي؟ هتخش على القناه بتاعتك على الكرييتور ستوديو، وهتلاقي هناك في تعديل بتاع القناه، او تخش على اسم القناه بتاعتك نفسها وهتلاقي في علامه ترس كده، الترس ده لو ضغطت عليه بيديك تعديلات ممكن تعملها في القناه وترتب القناه على حسب اللي انت عايزه. تمام. كنا عند القناه دي محمد الخطاب، فانا كنت قريت الاسم صح. خش كده في القناه عالم المعلومات. ماشي تمام. ثانية واحدة. لوجو ممتاز، غلاف جيد جدا، عنده فيسبوك ما عندوش فيسبوك، تويتر دوت كوم، هو كاتب اسامي الحاجة ومش كاتب يعني ما عندوش وكاتب اسامي الحاجة بس، غريبة. ولكن المهم ان القناة ممتازة لحد الآن، عندك الفيديوز استمرارية ضعيفة جدا، يعني ازاي شهر بعد كده 7 ساعات؟ ازاي؟ مستحيل تجيب مشاهدات، حتى لو عندك مشتركين مستحيل تجيب مشاهدات، مستحيل ترجع للمشاهدين اللي انت كنت جايبها بعد كده، استحالة، صعب جدا. بما انك قعدت شهر كامل ما بتنشرش فيديوهات، مستحيل لو نشرت ايه مش ترجع للمستوى اللي كانت فيه، صعب جدا. لكن هتوصل لها طبعا بالاستمرارية، انك تبدأ تنشر فيديوهات بشكل يومي وبشكل مكثف. تمام. عندك البلاي ليست، نشوف كده ايام ما انت كنت بتنشر في القناة، ونشوف بلاي ليست واحدة فقط، يعني محتاجين يزيدوا شوية كده، تركز فيها شوية البلاي ليست وقائمة التشغيل لازم تركز فيها أكتر من كده. نخش على الأباوت. أباوت كويس 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 تمام. هنا أنت بتحط رابط السوشيال ميديا بتاعتك، مش بتحط رابط الفيسبوك والحاجات دي بس، لا بتحط رابط السوشيال ميديا نفسها بتاعتك، عشان نخش مثلا كده تخش لي على رابط السوشيال ميديا. تمام، ده هو هنا رابط السوشيال ميديا، لكن هنا مش ظاهر. تمام. طيب تمام يا عم، انت عامل السوشيال ميديا تمام اهو، السوشيال ميديا ممتازة جدا. ماشي كويس كويس كويس، بعتذر لك جدا. طيب تمام. يبقى زي ما قلنا الاباوت تركس فيه بس، هتزوده بس اكتر من كده سنة، او تسيبه على كده. تمام، البلاي ليست هتزود البلاي ليست شوية، غلاف كويس ولوجو فريد ممتاز، او لحد دلوقتي ما شفتش لوجو زي ده فيمكن يكون فريد، دي حاجة ممتازة. يا ريت لو اليوزر نيم بتاعك يبقى أفضل من كده يفيدك بشكل أكبر. يبقى قناة عالم معلومات تتكلم عن التكنولوجيا والتقنية، فيا ريت تدعموها. تمام، كنا وقفنا فين؟ هنا. نخش على القناة دي، طيب القناة بتتكلم عن كل حاجة. هنا في تحميل لعبة، تمام، تحميل رقم، يعني بتتكلم عن تكنولوجيا وبتتكلم عن ألعاب، وقافل كل حاجة. ما اقدرش طبعا اعمل لها مراجعة، انت قافل كل حاجة هنا، هعمل لها مراجعة ازاي؟ ولكن القناة شكلها كويسة، يعني اللوجو مش معبر عن اي حاجة، و حاجة يعني ده غلاف واحد تقريبا في اللعبة. طيب انت هنا بتتكلم عن مش لعبة، انت هنا بتتكلم عن حاجات تانية، حاول تعمل غلاف معبر ولوجو او صورة تكون معبرة شوية. تمام، والباقي طبعا مش هقدر اعمله يا اخي. انا عملت خلفية، انت مش راضي تحط خلفية على الجروب ليه؟ تمام، انا فاكر الشخص ده لما كان حط خلفية على الجروب وانا ما رضيتش احطها، لان كان في شخص قبليك حط الخلفية وقال لي حط الخلفية دي على الجروب، وانا حطيتها وانت بعديها ب 10 دقايق بالظبط عملت لي خلفيه ممتازه جدا وقلت لي حطها على الجروب. عايز تفيدني اكتر وتحط الخلفيه، اعمل لي خلفيه للقناه، يا ريت انا محتاج خلفيه للقناه، يا ريت تعملي خلفيه للقناه. محترف التقنيه، ما شفتش التعليق بتاعك والله، يمكن يكون خايف الانف بعض التعليقات مخفيه، انا ما خفيتش اي تعليقات، هي لقيتها خفيه لوحدها. هنشوف قناتك،
ماشي، وغلاف فكرة كويسة، لوجو مش معبر عن أي حاجة، أو صورة مش معبرة أصلا. دخلنا على الفيديوز، عندك كام فيديو؟ مفيش فيديوهات كتير، ولكن أنت لسه بادئ من 3 أسابيع. ده ممتاز جدا، كمية الفيديوهات كويسة إلى حد كبير، مشاهدات تعتبر ممتازة، عندك 379 سبسكرايب من 3 أسابيع، شيء ممتاز. اتمنى تستفيدوا من القناه دي، اكيد القناه هتبقى كويسه انها تحصل على 379 سبسكرايب، ولكن طبعا وصف كويس ده يخلي القناه بتاعتك ما تظهرش محركات البحث بسهوله، فاتمنى تركز في الوصف اكتر من كده. للتقمية قناه كويسه، اتمنى تستفيدوا منها. حاضر 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 حاضر. شوف قناه مو هامر، بتتكلم عن ايه طيب؟ اوت لاست؟ العاب يعني، تمام. اللعبة دي غريبة جدا، لعبتها فترة كده وخفت وسبتها. ماشي يا عم، الاستمرارية حلو، استمرارية كويسة. اوكي، الجيمر بيجيب مشاهدات في العادة، انت مش جايب مشاهدات غريبة اكيد، يا اما غلط في الاستهداف، يا اما غلط في طريقة لعبك او طريقة تعاملك مع الالعاب. ازاي؟ لو في طريقة مملة في التعامل فاكيد مش هتخلي الناس يحبوا يتفرجوا عليك ويشيروا لك الفيديوهات والحاجات دي عشان يدعموك، تمام. فانت لو طريقة لعبك بتضحك او ليك ستايل معين في طريقة اللعب بيخلي الناس تحب تتفرج عليك، فاكيد الناس هتدعمك واكيد الناس هتركز معاك. كويسين جدا، نخش على الاباوت. اكيد طبعا انت لازم في البلاي ليست لازم تقسم كل بلاي ليست للعب، قصدي كل لعبه في بلاي ليست معينه، ده حاجه اساسيه يعني. طيب عندك الديسكريبشن او الوصف بتاع القناه كويس لحد ما، ولكن محتاج تكتب عن نفسك ومحتاج تكتب عن القناه بشكل اكتر بكتير، على الاقل 4 5 سطور عن نفسك وعن القناه. حلو جدا، نخش على القناه بعد كده. الناس اللي بنساعدها تقريبا بتسيبنا وتمشي في البث، اتمنى الناس كلها تفضل قاعده في البث بحيث ان هي تستفيد من قنوات الناس التانية. شفت قناتك يا بروتك؟ شفت قناتك؟ خلينا نكمل، بس الوقت اتأخر جدا يعني، بقى لنا ساعة تقريبا في البث. فرح رجب، ونشوف قناتها. فرح رجب محمد رجب، فرح محمد رجب. طيب أغاني، القناة بتتكلم عن أغاني، بتتكلم عن أصوات صاعدة وحاجات زي كده، ماشي. برضو ستايل جديد وحاجة جديدة مش دايما الناس بتركز فيها، ستايل جديد وإنك تعملي اسم القناة باسمك ده حاجة مش وحشة، تمام. غلاف احترافي ممتاز، لكن محتاجين برضو نحط رابط السوشيال ميديا، يا ريت لو حتى بروفايل الفيسبوك ممكن يفي بالغرض بانها حاجه شخصيه باسمك، فلو حطينا بروفايل الفيسبوك يبقى في فولورز، في بعض الفانز كده اللي هيحبوا يتابعوكي، فهيبقى الموضوع افضل. دخلنا على الفيديوز، فيديوهات كتير، استمرارية ممتازة، لكن عندك برضو بعض الاستهداف الخاطئ. الصراحة مش هقدر افيدك في استهداف الموسيقى بالذات لاني مجربتهاش قبل كده، الصراحة مجربتش أوي ابدا ان انا استهدف الموسيقى. يعني هل ان انا مثلا لو عملت فيديو عن موسيقى او عن اغنية معينة زي ما انت عاملة كده، استهدف الاغنية ولا استهدف المغني؟ مثلا اغنية معاك قلبي بتاعت عمرو دياب، هل استهدف الاغنية نفسها ساعتها هاخد كوبي رايت، ولا استهدف عمرو دياب نفسه ساعتها برضه هاخد كوبي رايت؟ لان في الحالتين انت بنسبة 60% هتهرب من كوبي رايت، بنسبة 60% هيعديك من كوبي رايت، لكن لو عايز يركز معاك وعايز ياخد منك كوبي رايت هياخده، لانك واخد اسم حاجه او اسم منتج بتاعه هو، بتاع عمرو دياب بالذات. عمرو دياب لو يعني نتكلم عن عمرو دياب، فعمرو دياب عنده يعني قناه على اليوتيوب، فبتركز قوي في الحوار ده، فيا ريت نركز يعني في كل النقط دي. فالقناه دي صوره، لو صوره تكون لوجو هيبقى افضل، ولكن الصوره دي كويسه يعني كبروفايل شخصي على اليوتيوب، ممكن تحط صورتك عادي او صوره بنت يعني عادي.
زي ما قلنا برضو غلاف، ممكن تحطي باسمك عادي برضو، لان كبروفايل يوتيوب ده بروفايل يوتيوب بتنشر عليه فيديوهات عادي، تمام؟ ما يعتبرش يعني حاجه فيها يعني زي التقنيه او حاجات زي كده، ده مجال خاص بيك انتي، تمام؟ نخش على اباوت. تنشر كل حاجه بالعربي، وبعض الحاجات عندك بعض الحاجات كده مقتطفات بالانجليزي، ولكن انك تكتبي كل اللي هو الاباوت بالانجليزي ده غلط. طب على الاقل يعني نص ونص، نص انجليزي ونص عربي، وصل الاجانب وصل العرب، يعني وصل العرب للقناه بتاعتك، خلي الناس تشوف القناه، تمام؟ على فكره مهم جدا يا جماعه والله الاباوت مهم جدا. طيب نخش على البلاي ليست، تمام، حلو جدا. قناه فرح بتتكلم عن المزيكا، الناس اللي تحب تتابعها، تمام. الساعة بقت 10، بقالنا ساعة كاملة في البث خلاص عشان نختم، وبقية القنوات بإذن الله كلها إن شاء الله هتتعمل بإذن الله. خلاك كده نعمل ريستارت ونشوف لسانك كفاية. حاضر، إسلام للشروحات. غلافة كويس، صورة، لو صورة حد اخوها كويس، ولكن الأفضل إنك تحط لوجو بالذات يعني للتقنية والحاجات دي، بيبقى الأفضل لوجو لأن بتبقى مشهور باللوجو. فيديوز، شوف، ماشي، ممتاز ممتاز ممتاز. بقالك 3 أسابيع ما نشرتش، ولكن لو بدأت تنشر هيبقى بشكل ممتاز جدا. غلط انك تنشر حاجات زي كده على فكرة للعلم، غلط انك تنشر حاجات زي كده بالذات لو في غير مجالك، غلط غلط، لان حاجة زي كده ممكن تاخد عليها كوبي رايت ملوش لازمة، صدقني ملهاش لازمة خالص، يعني من 18 مشاهدة او اقل ممكن تاخد عليها كوبي رايت، يعني هيزعلك الكوبي رايت، هيزعلك بشكل جامد، تمام؟ ممكن الكوبي رايت ده يوقف لك البث مباشر، الكوبي رايت تاني يوقف لك الدخل حقيقي الدخل، الكوبي رايت تالت القناة طارت، يعني الموضوع صعب، وبالذات في اليوتيوب ما عادش بيرحم، تقفل لك القناة. فياريت تركز يعني، بلاش تنشر الحاجات دي وياريت تمسحها، تمام؟ قناة كويسة على فكرة شباب. الأباوت، اتكلم عن نفسك، اتكلم عن نفسك هيبقى أفضل، اتكلم عن نفسك وبعد كده اتكلم عن القناة. البلاي ليست، مفيش بلاي ليست، لازم تقسم كل حاجة كده في قناة تشغيل تكون أكتر من كده. الناس هنا عملت اشترك في قناتي واشترك في قناتك، انا تقريبا عملتها اكتر من اي حاجة كتير بجد. ماشي، انا عامل بس ده عشان كده برضو، عشان الناس كلها بتركز برضو مع بعض وتشوف الناس دي كلها. قناة ماي وان، خلينا نشوفها من القنوات الكويسة جدا، شفتها امبارح، ولكن يا ماي وان ميت مشترك، خليهم يا عم 100، تمام؟ 100 مشترك، حاول بقى تعمل يوزر نيم كويس، يا ريت لسه صعب، او تكتب ماي وان شانل بس برضه صعب. المهم يعني يا رب تلحق اي يوزر نيم بيكون حلو، ويا ريت لو ما لحقتش يوزر نيم ماي وان تلحق يوزر نيم، وبعد كده تغير اسم القناه ليوزر نيم تاني، يعني تغير اسم القناه لاسم قناه تاني على حسب اليوزر نيم اللي انت هتعمله، يا ريت يعني افضل تخلي يوزر نيم نفس اسم القناه. طيب نخش هنا على الفيديوز، مبالغ فيها قوي، يعني 3 فيديوهات في اليوم صعب جدا تخلي الناس تركز معاك، 3 فيديوهات في اليوم صعب جدا تخلي الناس تركز معاك. هنا عندك 4 أو 5 فيديوهات، ليه الموضوع صعب جدا كده، ولكن انت هنا جبت 94 مشاهدة، وعندك هنا كان هيساوي قناتي. ماشي ماشي، انا اقول لك يا عم حاجه، ثمبنيل كويس،
فيديوهات استمرارية ممتازة، لكن حاولت أقلل شوية، يعني ممتاز فيديوهين بس ممتاز. حاول تركز شوية في الفيديوهات، بيكون محتوى احترافي أكتر عشان الناس تركز معاك أكتر ويفتكروا القناة بتاعتك أكتر. تمام، اسم القناة بتاعتك كويس، الأباوت بتاعك لازم كله يبقى بالعربي أو نص ونص، حتى لو عايز تكتب إنجليزي أو في دماغك إن الإنجليزي ده هيفيدك في حاجة فأنت ممكن تكتب بالإنجليزي وبالعربي كتير. تمام، قناة ميوانا شباب بتتكلم في التقنية، أتمنى لكم تدعموها. معاكم ساعة كاملة بس مباشر بنتكلم فيه القنوات وفهمتكم ايه اللي ممكن انت تعمله. هنتكلم مرة تانية بس عن المضمون لقناة اليوتيوب عشان ننهي الحلقة. لو عايز المقاسات اكتب بس في جوجل، اكتب يوتيوب كوفر سايز. تمام، اكتب يوتيوب كوفر سايز، بعد كده روح الفوتوشوب واعملها مباشرة. تمام ماشي، ديفيس كول، هنشوف قناتك بس بسرعة عشان دي اخر قناة، اخر قناة. انا بعتذر لكل الناس اللي مشفتش قناتها، دي اخر قناة ديفيس كول، بتتكلم عن التقنية، عنده 6282 مشترك. خش على الفيديوز. ماشي، انا مش هقول لك انت حاطط صورتك وكده، لا لو الناس متعوده على كده تمام عادي. تمام، يعني في حالات بس، زي ان معظم الناس اللي كانت مشتركه في البث ده كان لسه بيبدا. لو انت لسه بتبدا الافضل انك تحط لوجو، لكن انت بدات من بدري فالافضل ان انت لو مثلا حاطط صورتك عادي. تمام، بس برضو يكون عندك لوجو وتحطه في فيديوهات عشان ما تسرقش، مش اكيد مش تحط صورتك يعني، فانت الافضل تحط لوجو في فيديوهات. انا مش هشوف فيديوهات لكن انا بقول لك يعني. طيب، استمرارية الفيديوهات كويسة كويسة، 4 فيديوهات في الاسبوع، عندك هنا 5 ايام ما نشرتش. حاول تركز اكتر من كده. ده دخلنا على البلاي ليست، معلش بقى انا فصلت منك شويه لان فعلا دراعي باظ من الساند اللي انا ساندها دي. 4 ماشي، انت قسمت اندرويد وايفون، حاول تكتر من كده. مثلا قسمت كده انت اندرويد وايفون، تمام، الناس تبع اندرويد هيخشوا في الاندرويد، الناس تبع الايفون هيخشوا في الايفون. طيب تمام، طيب في تطبيقات بقى معينه بتستخدم في حاجات معينه، مثلا حاجات تطبيقات تنظيف الجهاز للاندرويد والايفون، تحاول تحطهم الاثنين مع بعض. طيب تمام، تطبيقات للربح او حاجات للربح، تمام. طيب حاول كده تركز في الموضوع ده اكتر من كده، حاول على الاقل يكون عندك 10 بلاي ليست او 7 او 8 بلاي ليست، حاول تكتر منها بشكل كبير. الاباوت، قناه زي دي على فكره يا شباب طالما كبرت بالشكل ده من 2015 طبعا ماشي، طالما كبرت كده يبقى القناه دي اكيد يعني صاحبها واحد محترف، صاحبها واحد كويس يعني، مش مبتدئ. تمام، ده زي ما انت شايف اهو، بص بص بيتكلم عن نفسه، مرحبا انا خالد وهذه قناتي. تمام، هو ما كلمش عن نفسه بشكل كبير، ما كلمش عن، ما قالش عنده كام سنه، ما قالش اي حاجه من الحاجات دي، لكن قال اسمه واتكلم عن القناه بشكل كبير، واتكلم عن ان هو بيتكلم في ايه بالظبط، واتكلم عن ان هو بيتكلم عن ابل، وبيتكلم عن الاندرويد، وبيتكلم عن كذا وكذا وكذا. دي حاجه ممتازه جدا من صاحب القناه، بحييه عليها. تمام، قناه ديف سكول اتمنى تلعبوها، هي اصلا مش محتاجه الدعم ولكن قناه ممتازه تستاهل. صعب ان اتابع البث في الوقت الحالي للاسف. بعتذر لكم شباب، صعب جدا ان انا كده، في ناس كتير قوي بتقول لي تابع، ولكن لو فضلت بقى اشوف القنوات اخلص بجد يعني مش هنخلص، لان كل شويه يجي لي واحد بقى يقول لي تابع، ولكن هشوف برضو اخر 3 قنوات يا شباب. ماشي، جو تو تشانل، نشوف خالد تي في. ماشي يا خالد. طيب يا خالد، انت عايز اراجعها ازاي واعمل لك دعم ازاي يا خالد، وانت اصلا ما بتنشرش اي حاجه يا خالد في الفيديوز نفسها، بتنشر لكن مش فاتح لي هنا اي حاجه، اي حاجه هنا مش فاتحها لي ان انا اقدر اعمل لك اي حاجه فيها، مش فاتح اي حاجه هنا. اتمنى يا خالد انت تفتح الحاجات دي كلها ازاي، هتلاقي هنا اهو جنب كلمه سبسكرايب ده ايه، لما تكون فاتح القناه بتاعتك هتلاقي جنبها هنا علامة ترس كده شبه بتاع السيتنج بتاع الاندرويد، علامة ترس كده تضغط عليها وتحاول تفتح كل الحاجات دي عشان نقدر الواحد يعرف يعمل لك مراجعة. انت استمريت الفيديوهات عندك كويسة
ولكن حاول تركز اكتر، ما توقفش مثلا اسبوع وبعد كده تنشر 3 فيديوهات في نفس اليوم، ده غلط 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 غلط. تمام، ركز اكتر من كده ماشي. الغلاف بتاعك كويس، واللوجو بتاعك كبداية هو ممتاز. تمام، نروح عند قناة تانية تك ايجيبت. ماشي، معلش بقى ده اول بس مباشر ليا، ف اعذروني لو اتلخبطت في اي حاجة، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا ما اتلخبطش. قناة تك ايجيبت، تمام، الاسم ممتاز ولكنه عام شوية، يعني ممكن تك ايجيبت هو كويس كويس كده كويس. ماشي ماشي، استمرارية كويسة، ماشي استمرارية ممتازة، مشاهدات كويسة، يا ريت تزودنا بعدد المشتركين اللي عندك يبقى أفضل. بلاي ليست سامنيلز على فكرة ممتازة. تمام، شوف بقى البلاي ليست عاملة ازاي، بصوا شايفين دعم قنوات ومونتاج وانتروهات وفقرة اسألني وألعاب ومرحبا مرحبا، ده اعتقد انها بتاعت القناه يعني. تمام، فوتوشوب، عندك اندرويد، عندك جرافيكس يوتيوب، عندك شروحات متنوعه وروح الانترنت، عندك كل حاجه بيتكلم فيها القناه دي. خش على الاباوت هتلاقي هنا وحاطط كل حاجه لها علاقه بالقناه بتاعته، ولكن هو مش كاتب في القناه كتير، مش كاتب عن القناه، حتى مش كاتب اسم القناه بشكل حلو، يعني حتى مش كاتب اسم القناه اصلا، لازم تكون كاتب اسم القناه بحيث ان اي حد يكتب اسم القناه بالشكل هنا في السيرش بتاع اليوتيوب يلاقي القناه بتاعتك مباشره. تمام، قناتك ايجيبت بتتكلم عن التقنيه، القناة شكلها احترافي، أتمنى انكم تدعموها. على فكرة مش بنشر كل القنوات، عندك 800 مشترك، ممتاز ممتاز ممتاز، لما يوصلوا 2000 مثلا زي كده حاول تظهر المشتركين. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان القناة المشتركين بتخلي الناس تثق في القناة اكتر، ان الناس شايفة ان انت عندك مشتركين كتار او عدد مشتركين كويس. الناس دي اشتركت في القناة دي ليه؟ اما تيجي نشترك بقى ونشوف القناه دي بتقدم ايه، او ايه المميز في القناه دي خلي الناس دي كلها تشترك في القناه. تمام، خلاص بقى شباب كده انا فصلت والله ما عادش قادر، معلش بقى شباب هنكمل في وقت تاني باذن الله. هنحدد مواعيد ثابته للبث المباشر، هنحدد مواعيد ثابته، ولكن الدعم البث ده ما كانش جامد قوي، يعني كان نفسي تعملوا شير للبث عشان نوصل لحاجات اكتر او نوصل للناس اكتر اكتر. يا ريت لأي مشكلة لأي حد في القناة، يا ريت يا ريت يكلمني على صفحة الفيسبوك أو يكلمني على الجروب أو ينشر مشكلته في الجروب بتاع الفيسبوك، هيفيدك بشكل كبير، أو الناس اللي جوه عندك ناس محترفة كتير أكتر مني كمان هيفيدوك بشكل كبير. كان معاكم مصطفى مجرد تومتك، أتمنى الفيديو عجبك، أول بس ده لو عجبك تعمل لايك للبث وشير للبث المباشر ده عشان الناس كلها تستفيد من قنوات اليوتيوب أو من دعم قنوات اليوتيوب. كان معاكم مصطفى مجرد تومتك مرة تانية، شكرا شفت البث، وأشوفك إن شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.